بسم الله الرحمن الرحيم. عناصر سريد الهندسة من اليوم مغاوير الحق تستعد لنصب الكمين لعناصر آتية لمؤازرة حواجز منطقة الزبداني، وبإذن الله تعالى سوف يتم تدمير هذه المؤازرة. الله أكبر ولله الحمد. يلا الله أكبر. استهداف دورية لكلاب الأسد. الله أكبر الله أكبر. بسم الله والله أكبر. بسم الله والله أكبر.